محمد تحمان رئيس مكتب الاختراع 173. طبعا اجواء دار التفاح دازت بواحد الشكل ايجابي، كاين تجاوب تاع المواطنين واخا كان شويه النسبه شويه مضعفه شويه، ولكن كاين تجاوب تاع المواطنين، دازت في شفافيه، كاين مراقبين، كاين تجاوب من الاخوان، الحمد لله امور ايجابيه جدا. هنا تقريبا شحال كاين مراقب هنا عندك؟ اربعه، كاين اربعه ديال المراقبين والاخوان، حنا كاين اربعه ديال الاعضاء، كاين واحد التجاوب كبير الحمد لله. والناس واش كيسولوكم لهذا؟ لا حنا ما كندخلوش في هاد الحوايج، حتى اللي كان يسول شي واحد ولا كنقول له حنا في الحياد، يدخل المعزل يدير اللي بغا، نقدروا نوجهوا نقولوا له بلي العلامه خاصها تكون في الكارو صافي. طبعا مكتب التصويت كيتكون من الرئيس اللي هو عبد ربيه، زائد النائب وثلاثه اعضاء الاصغر سنا واكبر سنا، زائد عضو متوسط، بالاضافه الى مراقبين اللي كيراقبوا العمليه ديال عمليه الاختراع. كدوز العمليه كيدخل الناخب، كيدوز عند الاعضاء، كيراقبوا واش هو ولا ماشي هو، كيشوفوا النيفو ديالو، من بعد كيديكلاريو بصوت عالي، ومن بعد كيدوز عندنا كنعطيو الاوراق ديال الناخبين اللي غادي يترشح ليهم، وكيدوز للمعزل، من بعد كيجي كنديروا له الميداد ونعطيو له البطاقه ديالو ونسحب.